في يوم من الأيام صحيت سوبر جيسي من نومها ونادت على صاحبها الأرنب كيكو، لكن هو ما ردش عليها زي ما هي متعودة. انت فين يا كيكو؟ خرجت سوبر جيسي من البيت تدور عليه في كل حتة وفضلت تنده عليه. كيكو انت فين يا كيكو؟ سمع كيكو صوت سوبر جيسي من بعيد وقال لنفسه، اعمل ايه؟ سوبر جيسي لو شافتني مش هتخليني اخش الغابة، وانا عايز ادخل الغابة قبل شروق الشمس. فكرت سوبر جيسي وقالت لنفسها، اكيد كيكو دخل الغابة لوحده، ما يعرفش اني حذرته منها عشان الحيوانات المفترسة، انا لازم ادخل بسرعة وانقذه. مش قلتلك ما تدخلش الغابة لوحدك؟ سوري مش هعمل كده تاني. طيب طالما قلت سوري يبقى مش هعمل لك تايم اوت. يلا بينا. على فين؟ هنتفرج على شروق الشمس في الغابة. لا استاذ خالد، دخلت حضرتك لسه ما جاتش، حضرتك ممكن تستريح وانا لما تيجي هقول لك. استاذ انس كويس ان انت جيت، بس ممكن تغير بسرعه عشان دخلتك قربت خلاص. حاضر. طيب يلا يلا بسرعه يا بابي. لا استنى حبيبتي. البس الزعبوط بتاع البتنجان. خليك في زعبوطك انت، انت مالك انت؟ الصوت كده المسرحيه هتبوظ. ما تولع بجاز، انت مالك؟ ايه ده الكيو بتاعك جه؟ ادخل ادخل يا عم.